بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام اينما كنتم نسوق اليكم تحايا عطرات وامان نضرات وامال غير عاطلات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والصلاه والسلام على رسولنا الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الميامين صلاه دائمه الى يوم الدين وبعد حلقه جديده من برنامجكم راي الغلابه نتحدث فيها عن شخصية سودانية مهمة جداً، كان لها عظيم الأثر فيما نفعله الآن، أو فيما نحن فيه الآن، ولدينا سؤال نود أن نجيب عليه بحسب وجهة نظرنا في هذه الحلقة، هل حمدوك يمثل بالنسبة للسودانيين كلهم جميعا هل هو يعني خبير وأكاديمي تكنقراط يعني فقط ولا هو زعيم سياسي ومدعاة هذا السؤال انا جبت قبل كده كلام بهذا المعنى في حلقه من الحلقات او يمكن حلقتين كمان لكن اريد ان اؤكد الان انه احنا لسه السودان لغايه الان شكله ما بان هيحصل شنو فيما سياتي من ايام يعني آه ما ما عارفين احنا هيحصل شنو بصراحه وجايز الظروف تجيب حمدوك مرة ثانية أو أن يكون جزءا من الحلول بشكل أو بآخر فكيف يمكن أن نتعامل مع هذا الأمر وسؤالنا هو زي ما قلنا هل دكتور عبد الله حمدوك خبير وأكاديمي تكنوقراط يعني ولا هو زعيم وسياسي محنك الرجل تبوأ منصب سياسي سيادي في وقت عصيب جدا اللي هو ما بعد الثورة دعونا يعني لما نتكلم على تكنوقراط يعني شنو بالنسبة للتغيير السلمي للسلطة يعني لما تكون مثلا مربوطة بالسلطة ماذا يعنى بكلمة تكنوقراط وهي طبعا الكلمة دي بدأ التعامل معها من خلال السلطة في نهاية عشرينيات القرن الماضي حينما كان في ما يعرف ب الجريت ديبريشن في الولايات المتحدة الأمريكية جابوه الأمريكان ليصبح جزءا من السياسه. طيب ماذا يعنى بالتكنوقراط؟ تكنوقراط يعني زول فني لكن ما زول فني بس. فني بمعنى شنو؟ انه شخص متخصص لديه خبره متخصص في مجال ما لديه خبره معقوله وهذه الخبره المعقوله معاها رؤيه سياسيه الاثنين مع بعض يجعلوك مؤهل لأن تكون جزء من السلطة في وقت السلطة ما محتاجة لسياسة صرف زي اللي احنا كان حاصل لدينا بعد بعد الثورة انت بجايبينك لأغراض معينة في فترة زمنية معينة ممكن يكون حتى بدون اي نوع من انواع الانتخاب يعني انت شرعيتك الاساسيه شرعيه ثوريه او شرعيه تفضيليه بمعنى في وقت من الاوقات ده وقتك انت اللي انت تجي فيه ايضا موجودين لدى الاحزاب بيكونوا عباره عن مستشارين بس في الاحزاب يعني لما نيجي اي حزب من الاحزاب عنده مجموعه من المستشارين اصحاب الرؤى السياسيه ما هو يعني ما زول بس تجيبه من الجامعه كان بيدرس الطلاب ولا طبيب تجيبه من غرفة العمليات كان شغله كله موجود فيه وتقول إنه ده تكنوقراط لازم تكون أنت فني بمعنى إنك بتفكر بطريقة علمية لكن مرتبط برؤية سياسية ليس بالضرورة أن تكون ملتزم في حزب لكن لديك رؤية سياسية واضحة لأنك أنت هتتعامل مع حاجات تتعلق بالسياسة عايز تبني طرق عايز تعمل الدستور، عايز تعمل قوانين جديدة، عايز تتعامل مع الاقتصاد دي كلها مسائل مفترض أن تكون مرتبطة برؤية سياسية، هذه الرؤية السياسية ليس بالضرورة أن تكون حتى من حزب الأغلبية، لأنه أنه أنت جابوك عشان تحل مشكلة في وقت معين، وقلنا أنت ذاتك ممكن تكون جزء من مستشارية حزب. بيتعاملوا فيه السياسيين بطريقه لكن لو الحزب اصلا مؤسسي بتكون انت موجود كجزء من آه شغل النظام ده اذا دي ما بتتعامل على كل جزء. ما اي مهندس ممتاز في شغله كمهندس او طبيب او استاذ جامعي او كده ينفع ان يكون تكنوقراط ما ما ما, ما خاصه لما المساله تتعلق بالسلطه يعني. طيب نمشي لحتة تانية انت جيت في ظرف ثورة وبالتالي الناس الجابوك ديل ما بيتصوروا انك انت فقط تكنوقراط ولأن الثورة او اي ثورة محتاجة لقيادة وزعيم فدائما ينصبوك او يضعوك في موقع الزعيم وده موقع غير رسمي يعني يعني مثلا الحريه والتغيير لما جابت حمدوك ما عشان يبقى زعيم ما عشان يبقى زعيم كانت جايباه كتكنوقراط عشان يحلحل المشاكل الاوليه بتاعت البلد لكن الثوار استقبلوا حمدوك كزعيم ودي كانت واحدة من مشاكل الثورة لأنه أصيبوا بخيبة أمل وده جزء من الحاصل الآن في أنه كثير جدا من السودانيين اللي كانوا جزء من الثورة استطاعوا أو عمل فيهم يعني فعل أو سحر الشيطنة ودفع إلى أن يكونوا ما عايزين حمدوك ولا عايزين سيرته. هذه المشكله الكبيره بتاع انه انت انت جيت من جهتين، جهه بتتعامل بالسياسه اللي هي الحريه والتغيير. وفي الوقت ذاك الحريه والتغيير نفسها كان عندها قبول كبير جدا. لما جيت انت من خلال الحريه والتغيير وقعدت في هذه المساله جات الافعال غير مطابقه لمواصفات الزعيم اللي خلته اللي خلت الثوار يعتقدوا ان عبد الله حمدوك هو زعيم طيب ليه هم اعتبروا انه عبد الله حمدوك زعيم معظم الجيل بتاع اللي كان في الاعتصام او الاجيال حتى اللي كانت في الاعتصام ما بتعرف عبد الله حمدوك يعني ما بتعرفه شخصيا يعني بتعرف الصادق المهدي مثلا كان في الوقت ذاك بتعرف آ... الف... آ... مبارك الفاضل بتعرف آ... نقود بتعرف كل الناس دي لكن ما بتعرف بتعرف آ... آ... عمر الدقير لكن ما بتعرف آ... آ... عبدالله حمدوك عرفته من موقف محدد رفعوا لأن يكون الزعيم المطلوب اللي هو حينما رفض أو اعتذر خلينا نقول لأنه هو حقيقة اعتذر بأدب عن ترشيحه لوزارة المالية من قبل المؤتمر الوطني وعمر البشير فرفض أو اعتذر بأدب شديد عن تبوء هذا المر. الرفض ده كان قريب من الفعل الثوري ولما بدأت الثوره ونجحت ارتفعت اسهم هذا الرجل لانه ده كان الرجل الوحيد اللي رفض منصب قدم له وهو في منطقه ممكن يجي يعني هو كان في منطقه رماديه الناس ما بتعرف عن ناجي خبير موجود في الامم المتحده وجايب ابناء زول رفض لذلك طوالي البس عباءة الزعيم بالنسبة للثورة لأن الثورة صحيح عندها كان في الوقت ذاك بيقودوها ناس الحرية والتغيير لكن كانت عايزة تشخص هذه القيادة في زعيم معين وبدأ لها أن أنسب شخص لهذه المسألة هو عبد الله الزول الرفض الإنقاذ اللي خبير، اللي عالم، اللي شغال في الأمم المتحدة، اللي حيشيل السودان من قائمة الإرهاب، اللي حيقدم البلد دي بالعلم، اللي آه حيطرح رؤى سياسية، والأهم من ديل كلهم ما متلوث بأي آه ، طبعا أنا مستخدم كلمة تلوث هنا مجازر يعني ما متلوث بأي نوع من أنواع الأفكار السياسية المعلبة لا هو في الوقت ذاك ما معروف لا هو شيوعي كان في حديث على أنه كان شيوعي زمان وساب القصة دي لا هو إسلامي لا هو بعثي لا هو كده فكانت المسألة بالنسبة لهم مظبوطة جدا خاصة لما قبل أنه واستقال من الأمم لكن لما جات يعني استلم مكتبه بشكل صحيح وسليم وخلاص بقى رئيس وزراء وبدأ ينفذ تصوراته سواء بمشاركة قوى الحرية والتغيير أو بدونه آه يعني حصل للناس احباط لانه لم يجدوا زعيم وجدوا شخص اخر قبل ما نسترسل في الموضوع ده انا عايزكم تسمعوا لي عبد الخالق شاي ده رجل قانوني كان موجود في مكتب أه حمدوك أبان حكومته الأولى و عايزك تسمع أنا ما بهمني رأيي الشخصي فيما جرى من إحداث لكن بهمني معلومة مهمة جدا في أول 25 ثانية عايزك تسمع منه وهو من استشير في هذا الأمر باعتباره رجل قانوني حمدوك استشاره ثم في نهاية الحلقة أو في نهاية الفيديو هو بوريك حمدوك تصرف كيف في الاستشارة دي وبعدين نحن نتكلم عنها ونسترسل من هناك لنعرف إن كان حمدوك كما يقرأه الناس أم خاب فعلوا الثوار بأشياء أخرى تعالوا نسمع الكلام لما جات الحكومه، الحكومه واحده من التوقعات اللي كانت موجوده فوق السودانيين خدته في حمدوك أقدر من قدرته على الفعل السياسي أصلاً، وأقدر من رغبته على الفعل برضه، في نقطتين يعني الـ الـ يعني أنا التقيت الرجل في أول فترة من الحكومة بتاعته، وكان واحدة من الكلام ده أول مرة أقوله طبلك يعني كانت واحدة من المسائل اللي هو بيتكلم فوقها كانت عنده مشكلة كبيرة جداً في تمثيل السودان في الأمم المتحدة، إنه كان تمثيل السودان الحكومة طربت لي للبرهان طلبت من انه طلبت انه الـ الـ البرهان لما كان في المجلس العسكري الخارجيه ودت اسم الـ اسم الـ البرهان للامم المتحده انه يمثل فهو كان عنده مشكله مع الحاجه دي لما انحلف قسم قال يا اخي انا عاوز امثل السودان الحقوق بتاعتي في الوثيقه الدستوريه فبدينا نتكلم في الوثيقه الدستوريه والالتزامات اللي موجوده وبدينا نتكلم عن انه برضه في قوانين كانت بتتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهوريه في تعيينات في تعيينات محدده فقمتم تلاقي اخي الماده دي آه تم تغييره انه صلاحيات التعيين حس عند رئيس الوزراء قلت النظام اللي ارتضوه السودانيين هو نظام وست نظام برلماني بيكون فوق الصلاحيات وصلاحيات التمثيل الخارجي عند رئيس الوزراء قلت له هيستوريكلي مرينا بتجربتين حصل فيها نزاع بين مجلس السياده وال والرئاسه بين 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 المحجوب والوزهري وبين آه احمد المرغني والصادق المهدي فقلت له عشان ما عشان تتفادى الحاجه دي حكيت اكلم مجلس السياده كولكتفلي جماعيا لانه رئيس مجلس السياده ما عنده صلاحيات منفرده وعنده صلاحيات بحكم الاتفاق اللي, اللي, اللي كان موجود حمدوك كان بيعرف الفتره ديك وفي ترتيب انه هو عاوز يمشي الفتره الانتقاليه دي وداري يمشي الحاجات بدرجه من الحديه ما تخلي الناس تكلاش لكن الحديه كانت حتكون حتحصل وحتكون موجوده وحيكون في صراع قدر ما انت تحاول تتفادى هو كان ايفنشولي ماشي يحصل. طيب ده بينقلنا لانه هل الثوره السودانيه دي هي 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 كانت حتغير العالم؟ كان ممكن لكن هي برضه الثوره ما كانت فول ريفوليوشن هيك ما كانت ثوره مكتمله هي كانت ثوره فيها فيها دور اتلعب من النظام نفسه تو برزيرف وجوده عشان يستمر اللي هو التغيير اللي طلع عليك فجاه حميتي ده بعد الصف الثاني السودانيين ما 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 قبلوا. ده اعتقد القوى السياسيه ما كانت جاهزه تتعامل معه بالنضج الموجود وما كانت حتى جاهزه تسمع للناس برا لانه حصل حصل انقسام كبير جدا بين الناس اللي موجودين اغلب الناس اللي انت كنت بتتكلم معه في الوثيقه الدستوريه ومشاكلها قبل التوقيع عليها كانت الناس بتقول لك لا ما هم اتفقوا يعني انت ما في مفاوضات في العالم بتديرها بروتيشن الناس كانت بتتفاوض مع المجلس العسكري بروتيشن جيبوا عبد الخالق ياخذوا مع واحد ثاني قوموا يرجعوه يجيبوا في الجلسه التانية. ما في اي مفاوضات انت بيكون عندك تيم بيخش المفاوضات بيكون عندك بيكون تكنيكال اسيستنس موجود معك برا فانت بترفع المفاوضات لو حسيت انه في مساله انت ما قدرت ما قدرت تفهمها تقوم تطلع برا تتناقش فوق وترجع تاني الجيش كان مهيأ وكان عنده ادفايزرز ما من ما سودانيين طبعا من من الجانب المصري بيساعدون في انه يفهموا تونافيجيت المسائل دي احنا حقيقة كانت موجوده لان احنا برضه ما كنا عاوزين عاوزين نسمع يعني آه نقطه مهمه اعتقد برضه الناس حابه تفكر فوقها هل انت بتقدر تلعب دور محايد كسياسي لو انت كنت طرف؟ اعتقد الاجابه لا يعني انت ما ممكن تكون يعني مقدم نفسك انك انت مؤرخ وأوبزيرفر ومراقب وانت جزء من صناعة الحدث انت ساهمت انه الحدث ده يصل للحالة اللي هو وصلها عشان كده نرجع بنرجع للكلام اللي قاله حس الدكتور الغالي هل ممكن الحرب دي كان ممكن يكون عنده تراجكتوري مختلف توجه مختلف اعتقد كان بالامكان الحاجة دي تحصل لو انت عندك جبهة وطنية عارفة تعريف الدولة هي ذاتها شنو وكيف تحافظ على الدولة وعندها مواقف حقيقة واضحة من الدولة مش مواقف بتاعت انت في فرق بين تكون محايد وتدعي الحياد، ممكن تدعي الحياد لكن انت ما محايد. نهائي. عشان كده الليله المجموعات السياسيه اللي موجوده دي هل هي بتقدر تقترح حل؟ ما اعتقد لان كونفليكت في تضارب مصالح، تضارب مصالح مرتبط بفترتك اللي انت اشتغلت فوقها، مرتبط باخفاقاتك انت برضو مرتبط بتنازع السلطه، يعني حمدوك برضو اتحاصر، يعني 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 في الوقت ده هو كان يعني عنده تضارب مصالح زي الحسه ذكره دكتور الغالي لكن انت كل 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 مجموعه كانت مستفيده من ضعف مكتب رئيس الوزراء كلهم كولكتيفلي سياسيين مجلس السياده العسكريين بشكل مختلف المدنيين داخل مجلس السياده المدنيين والعسكريين داخل مجلس السياده في التعامل مع مكتب حمدوك قوى على الحريه والتغيير في التعامل مع مكتب حمدوك الشارع نفسه اللي هو كان ما ما قادر يفهم لانه ما كان فيه ما كان فيه يمكن اكبر مشاكل احنا ما كان فيه شفافيه نعم في بيت طيب لو ممكن ترجع لي للنقطة ما تمت قدمت يعني. انت قدمت ادفايس يعني انت تكلمت مع الدكتور حمدوك اي ما سمع ما ما سمع قال قال قلنا له يا اخي انت المفروض تكتب لل يعني تمشي للجماعه ديل تقول لهم يا اخي انه صلاحياتك في, تمثيل الثوره السودانيه الصلاحيات بتاعت الوثيقه الدستوريه انك انت بتمثل الرئيس الرئيس الوزراء ودي صلاحيات تنفيذيه وصلاحيات التمثيل الخارجي حصرا تكون لك ففي اجتماع ثاني كان حاضرينه من بينهم من بينهم سياسي مخضرم يعني الله يديله في طول العمر كان موجود في الاجتماع ده فقام مدير مكتبه آه يعني اللي بعدين بقى مدير مكتبه ما كان مدير مكتبه لله قام قال لي يا اخي آه يعني قام زول قال لي اخي قول لي عبد الخالق انت مشيت عملت شنو؟ قام قال لي والله انا مشيت وتكلمت معاه ومع البرهان وقلت له يا اخي قصه انك انت تمشي تمثل السودان في الظرف الصعب بتاع الثوره بطريقته الجميله دي يعني ال... يعني دي حاجه حقه 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 تخليه يعني طبعا الجو اجواء ثوره والشعب والمجتمع الدولي ما حيقبل ما قال الكلام بتاع الدستور لكن قال لي حاجه خطره جدا قال له يا اخي امشي انت خلي لي انا يوروب وامريكا والجماعه ديل امشي انت لمنظمه التعاون الاسلامي، الجامعه العربيه، للسعوديين، الاماراتيين، المصريين وخلي لي الغرب. وانا اعتقد كانت الفتره الانتقاليه في وقتها وانت كان عندك ترامب ترامب ما كان كانت علاقته كلها مربوطه مع الخليج. مع الخليج. فكون انك انت تخلي جانب زي ده لمجلس السياده كان جانب كانت افتكر سقطه خطره واللي طبعا احنا ما قمنا منها بعدين طيب في الثانية عشرين طلب حمدوك من, من, الفيديو الأعلى طلب حمدوك من مستشاره القانوني لأنه عبد الخالق الشايب ده قلنا هو واحد من المستشارين القانونيين اللي كانوا في مكتب حمدوك أبان حكومته الأولى والثانية أظن برضه كان معه وسأله سؤال مهم قال له يا أخي أنا داير أمثل السودان في اجتماع الأمم المتحدة القادم وريني قانونا أنا مفروض أعمل شنو الرجل ببساطة شديدة جدا قال له يا أخي بحسب اختيار السودان أن يكون ديمقراطية برلمانية على نهج ديمقراطية ويستمينستر فرئيس الوزراء هو من يحق له تمثيل البلاد في ال أي اجتماعات أو لقاءات دولية وبالتالي لا يحق لمجلس السيادة مجتمعا أن يمثل السودان في هذه المحافل وجاب له يعني مثالين حصلوا في السودان ما حتى بعيدة بين واحد الأول بين المحجوب والأسعري المحجوب كان رئيس الوزراء والثاني كان بين الصادق المهدي وأحمد المرغني في الديمقراطية الثالثة رحمهم الله جميعا ورأوا انه ده حق اصيل بتاعه ادت له الوثيقه الدستوريه واداه له الدستور واداه له حتى العرف بتاع الحكومات البرلمانيه او الديمقراطيه البرلمانيه اذا الحق بالقانون كان يكون حق الزول حق رئيس الوزراء بعيدا عن انه حمدوك او شخص اخر لكن السائل هنا حمدوك في اخر الفيديو انا حتجاوز كل الكلام اللي في النص ده باعتبار انه ضرايب عبد الشايب لكن اخر الفيديو قال عشان يعرفوا هو عمل شنو لما مشى هو بس نصحه قال له انت لازم تجتمع مع مجلس السياده كولكتيفلي كولكتيفلي بمعنى كلهم مع بعض ما تمشي تقابل كل واحد على حدة عشان تكلمه أو تقنعه تناديهم كلهم في حتة واحدة تقعد معهم تقول لهم الكلام ده وإنه ده حقك وهذا الحق أنا على أساسه حامش انتهينا من النقطة دي في آخر الفيديو نفاجأ بإنه حمدوك مشى فعلا أولا قال الكلام ده آه البرهان فقط اثنين قالوا له ما قال له والله ده حق القانوني او ده حق يعني ممكن يقول له انه ده حق آه رئيس مجلس الوزراء او ده حق الحكومه التنفيذيه او ال 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 السلطه التنفيذيه لا او ده حق المدنيين ما قال له بالطريقه دي قال له القصه دي يا اخي انا عايز امثل السودان في اجتماع الأمم المتحدة الجائدة وإنت ما ممكن تمثل السودان ما أجاب له بنفس الكلام اللي قالوا له المستشارين بتاعينه القانونيين لا قال له يا أخي أنت كعسكري ودي ثورة وده كده المجتمع الدولي ما بيقبل بوجودك ممثلا للسودان في هذه المسألة في هذا الاجتماع وبالتالي انا حامشي بديلا لك او حامشي ممثلا للسودان وانت خليك يا اخي لدول الخليج امشي قابل السعوديه امشي قابل بتاع امشي مصر دي امشي كده يعني خلي لكن خلي لي انا آه الـ 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 المجتمع الدولي اللي هو اختصره بس في الغرب ده خليهم لي انا ناسي وبعرفه دي الطريقه اللي حل بها المساله دي المين. طيب هو لما عمل العمليه دي عمل شنو هو ارسى قاعده اولا انه هو لا يستطيع ان يفعل شيء الا بست... حتى لو كان حقه القانوني الا باستشاره مجلس السياده دي اول قاعده ارسى اثنين انه المساله عنده بتتم عبر بوابه الجوديه يا اخي التشيل ده والدين ده عشان كده تنازل عن حقه في السلام وتنازل عن حقه في الاقتصاد كل ده تنازل عن حقه آه فيه بهذه الطريقه بدون الن... بد... ولو جبت آه يعني كل اللقاءات اللي بيجتمعوا فيها آه آه ال الاثنين مع بعض ويجي صورة واحدة تلقى دائما كثير متقطع الراس وكده وده ما معنى انه الرجل ما مهذب الرجل ده مهذب جدا رجل من حيث قدراته العلمية ما فيه كلام ما فيه اي حاجة لكن احنا هنا بنتكلم عن انه هل هو زعيم ولا تكنوقراط وخبير ولا شنو هو مع ما السودان ماشي لقدام وما تشوف الحرب دي ممكن كلهم يتفقوا ويقعدوا تاني ونجي تاني نشوف بشكل او باخر شكل اشبه بايام الاعتصام يعني فدي واحدة من الحاجات اللي انا ابتدي فيها نقاش هذا الامر لنصل للنتيجة النهائية بحسب ما ارى انا ربما انت تختلف معي في هذا الامر لكن بحسب ما ارى انا الحتة دي او انه انا ما أبذل صراع ما هي رسالة بتتبعد كده يعني ما زول صراع القصة دي يا أخي ممكن نعملها يعني بتفاهم بينات نسيبك من حكاية القوانين وده حقي وده ما حقي لاحظ دي بقولة ما زول جابته الحكومة عشان يكون رئيس وزراء يعني يعني ما جابوا العسكر عشان يكون رئيس وزراء جابته الثورة عشان يكون رئيس وزراء وبالتالي بدأ من هنا إنه يوريهم إنه هو ما زول صراع وجاي ما عايز زول آه يصارع زول وما عايز زول يضغط عليه وحد خط, خط يضغط عليه دي مية هنا لانه حنتكلم فيها كثير جدا طيب المساله دي مشت نشوف الـ 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 لو رجعت لعبد الخالق الشايب اللي هو زول في مكتبه ومستشاره القانوني حتعرف رايه شنو في كلام آه عبد آه يعني مرؤوسه رئيسه المباشر يعني ما هو رئيسه المباشر رئيس ده زول مكتبه يعني طيب نحن بدينا بالمكتب بتاعه وداريين نشوف هل هو تكنقراط وخبير ولا زول هناي احنا عارفين كل السودان ده يعلم انه المرتبات أه، عفوا خلينا نتكلم مش بالمرتبات بما في ذلك المرتبات انه مكتب رئيس الوزراء كان لديه ميزانية خاصة هذه الميزانية الخاصة بتجي من الاتحاد الاوروبي ماشي كلنا ظننا نعلم المعلومة دي دي ما معلومة متسوسة دي معلومة صحيحة مية في و رأى وسعى حمدوك لأن يضمن هذا الجانب من الاتحاد الأوروبي طيب هل ده في علبة زعيم داير يقود ثورة ثورة بتاع تغيير مفاهيم انه يكون لديه آم مكرمة تجيه من اي جهة حتى لو رجل اعمال سوداني ناهيك عن اتحاد دولي لديه اغراض ومصالح في اي بلد في الدنيا يكون بيد يعني تكلفه وميزانيه رئيس الوزراء ده جاي مكتبه يعني جاي من الخارج واظن هي حوالي 7 مليون دولار في الشهر او شيء يعني يعني في في اي حاجه بتقول انه في زعيم او سياسي يدرك السياسه بشكل جيد وبشكل ممتاز ويعرف انه هذه الامور يمكن ان تستخدم ضده في يوم من الايام حتى لو كان نبيا انه تجيو هذه المساله القروش دي تجي من برا وانه بس في ظل السودان الجيعان ده والمواطن الجيعان ده وفي ده كله انه هو يقبض بالده هو اناسه وكل مشاكلهم تتحل بالدولار من الاتحاد ما من اتحاد اصحاب العمل في السودان ولا من اه اتحاد ما مثلا تجمع المهنيين في السودان اللي هو ده تجمع ثوري يعني معلش حصلت اعتذر يعني حصل قطعة صغيرة كده لكن حنكملها كنا بنتكلم على انه ما القروش دي ما جات من آه تجمع المهنيين و باعتباره انه آه هذا التجمع تجمع ثوري يعني ولا جاءت من الحرية والتغيير ايضا كولكتيفلي لأن آه 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 الحرية والتغيير في ذلك الوقت كانت تمثل الثورة وارتضت حتى الحرية والتغيير أن القروش دي تجي بالطريقة دي وبعيدا عن الجستيفيكيشن أو آه محاولات التبرير فالرجل اللي بيكون سياسي أو زعيم ما ممكن يعمل العملية زي دي يعني رأيي الشخصية ما بيعملها ده بيعملوها واحد بيبحث عن وظيفة كويسة يعني كده ده فكر أفندي ده ما فكر بتاع زعيم يريد أن يقود ثورة ولا فكر بتاع سياسي يدرك أن المال من الأشياء التي يجب أن يحسب عليها ألف حساب لأن أن هذا المال إن جاء بطريقة فيها أي نوع من أنواع آه الشائبة بتبقى في مشكلة ليه قدام دي واحدة من المعلومات التي لدي والتي ذكرها الكثيرون وذكرها ناس بالمناسبة آه لي أنا بشكل شخص والحقيقة مش بشكل شخصي لكن في في مجتمع من أهل القوى الحرية والتغيير إن الدكتور حمدوك كان عنده مكتب في الأمن في جهاز الأمن إنه طيلة وجوده ما دخل المكتب ده ولا يوم واحد والزعيم أو السياسي حتى وإن كان مدنيا ما ممكن يكون ما عنده حس أمني يعني أنت لما ما جاي في حكومة أنا هنا ما متهم العسكر ولا متهم غيره لكن أنت جاي في حكومة هجين حكومة فيها رأس من العسكر الجيش انفولد فيها وال 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 والأمن بشكل عام انفولد فيها أو أو مشارك فيها بشكل أو بآخر و أنت بتمثل الجانب المدني يكون عندك مكتب داخل آه جهاز الامن والمخابرات طيلة فترة الموجودة انت ما ما جد تفتكر يعني وقع على الناس الموجودين شغالين معك في الامن ديل شنو انت لا تمثل السياسة ولا تمثل الزعامة وانما انت موظف موظف بدرجة رئيس وزراء ممكن تحل بعض المشاكل نعم كثير من المشاكل ممكن إذا الظروف واتتك لأن تعمل فقط كموظف لكن المسائل التي تحتاج إلى حس أمني أو حس آه ما بتعملها طيب ال ال حمدوك كان يفتقد أيضا ودي ما موجود عند الزعيم يعني يفتقد حس التعامل مع الجمهور والثوار تحديدا كان وهو رئيسا للوزراء في الفترتين يموت آه من هؤلاء الثوار أناث كثر ولم نشهد بأنه في أي مرة من المرات مشى آه بيت عزا من الشهداء ديل مش كده وبس انا بحسب رصدي انا انه لم يخرج من مكتبه لشيء عام الا في حالتين او ثلاثه او بالكثير اربعه طيل السنتين ونص اللي اذكرهم منهم اثنين لما مشى لكاودا وقابل الحلو دي وحدي وحينما توفى الله آه الشاعر القدال مش استقبل الجثمان في المطار في غير ذلك لم أرصد له أنا أي حاجة لكن ربما يكون في حاجة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى عشرة في الحتة دي انت كيف تريد ان تتفاعل مع الجماهير يعني انا مثلا ما شفته في الاسواق يعني ما شفت مثلا كل اسبوع بيمشي السوق وكان في ارتفاع في الاسعار والمواطن عايز صحيح في ثوره والناس في الشارع وكل شيء لكن الناس برضو عايزه تاكل وعايز تمشي وكذا ما شفت حاجه زي دي انا ما شفت بزور المصانع اللي كانت موجوده في الفترة دي فانت دار تتعامل انت ما جزء من الاقتصاد والمصانع دي تشتغل يعني ما شفت مثلا في سلخانة الكدر او في محجر الكدر بيشوف الصادر بتاع اللحوم او الماشية ما سمعت بحاجة زي ما سمعت بانه هو عنده شغلة بالنقابات اللي جابته النقابات دي كانت جزء من الاجسام اللي جابته يعني ما كان في حاجه زي دي آه ما شفته يعني انا ما شفته في خش هلال مريخ يعني ما في رئيس او هنا حتى لو ما عنده شغله بالكوره يعني ما هي القصه ما في حد ذاتها يعني الكوره دي ممكن لعب في ناس يشوفوها يعني آه آه هوس لكن انت ما بتمشي عشان هي كده لانه يعني دي واحده من القوى الناعمه اللي انت بتتعامل معاها فانت لما يعني لما تمشي هلال مريخ انت ما بتقصد انك انت هلالابي ولا مريخابي يعني انت بتقصد انك تتفاعل مع الجماهير دي في كل ما يحزنها ويفرحها وغيره يعني وانك تقول لهم انا معاكم يعني انا معاكم يا جماعه ما ما برضو زيي وزيكم وكده ما شفتوا مثلا هسه بيعمل الح... الحاجات دي بيعملها البرهان والناس قاعده تضحك فيها لكن انا بفتكرها نوع من انواع التواصل الجيد جدا، يعني انت مثلا ما شفته في سوق الناقه بياكل مع الناس آ... آ... يعني يعزموه او يعزم الناس المتواجدين في الوقت ذاك يعزمون على سلات ولا على كيلو لحمه بتاع شيء ولا اي شيء م... او ياكل معهم تبش و... وعجور و... ويشطة ودكوة وبتاع القصص دي الناس بتشوفها ربما بعض الناس يفتكر انه ده نوع من السخف يعني لكن انت كيف تفتح قنوات مع ثوار ديل ثوار الناس الجادين يعني حتى مثلا لما كانوا يكفلوا الثوار ديل يكفلوا شارع مثلا ما بيمشي يقعد يقيف معهم حتى لما جو عشان يقابلوا في مجلس الوزراء ما قابلهم وده ما بتكلم هنا على مهانته كخبير لكن بتكلم على صورته كزعيم ويمكن ده خلى عبد الخالق الشايب يقول انه الثوار كانوا ينظرون اليه بما لا يستطيع ان يفعله ودي حقيقه مثلا على يعني في لما جه هو ذكر الاستاذ عبد الخالق كان في ترامب في امريكا ترامب ده كان قاعد عنده مكتب في الرياض وعنده مكتب في دبي وعنده بيقعد بيجي كل يوم فانت كيف تترك اذا يعني كيف تترك الخليج لرئيس مجلس السياده وكأنك إنت بترى إنه الخليج ده ما بيحل الغرض غرض بالعكس هم بيحل الغرض الخليج لأنه نمرة واحد في السياسة الأمريكية ودي المفروض تكون عارفة إنك إنت في بعض الأمور الأمريكان بيخلوا حلها لأصدقاء وحلفاء يعني هم ذاتهم الحلفاء ديل يستطيعوا براهم ذاتيا أن يخدموك في أمريكا يخدموك في الغرب ده فبفتكر انه يعني هنالك اشكالية في اقناع الناس الان بانه عودة حمدوك كرئيس لتنسيقية التقدم تعني عودة الزعيم آه صعب جدا صعب جدا انك انت تقنع الناس بهذه المسألة ربما من ناحيه تكتيكيه انه يكون الان هو الرئيس ممكن لكن خلينا نفترض انه الامور راقت وان السودان ده عاد وانه لم يعد هنالك جنجويد او جنجويد اندمج اصبح جزء من القوات المسلحه وانه البرهان لسه قاعد وانه الناس كلها اتفقت وكده منو اللي بيجيب حمدوك رئيس وزراء ما في زر بيجيبه او ده تصوري انا جايز اكون مخطئ يعني يعني الناس اللي في قحط ربما يعلمون ما لا نعلم لكن او في في تقدم يعني ربما يعلمون ما لا نعلم ده ما بيقدح في انه الرجل مهذب جدا ولا بيسيء كخبير عالمي من اميز الناس اللي اشتغلوا في الامم السودانيين اللي اشتغلوا في الامم المتحده و وهو واحد من خبراء قله في العالم في اشياء كثيره جدا لكن الشغل في الامم المتحده غير الشغل في يعني هنالك مقوله عامه انه اللي بيشتغل في الحكومات يعني بيبتدي السلم من اوله من من البلد بتاعه يشتغل في الحكومه يمشي الامم المتحده بيعمل شغل كويس لكن بيجي للامم المتحده عشان يمسك حكومه بلده ما بيشتغل كويس لانه الاخير ده بيكون طبع على العمل الجماعي المربوط ببروتوكولات وانظمه معينه فيها من واحد لغايه عشره يجب ان تمشي الخطوات دي بالترتيب الكلام ده ما بيحصل في السياسه ولا الزعامه بتتطلب كده، تعالوا نشوف مثلا واحد زعيم لقبيله بس انا قبيله تفتكر زعيم القبيله دي لو قفل بابه يعني زعيم قبيله سمي شيخ سميه العمده سميه اي حاجه لكن المهم هو زعيم هذه القبيله لو قفل بابه الناس بترضى ما بترضى وبالعكس بابه مفتوح خالص يعني. وما بيقدر يقول لي زول جاوا الساعة 12 بالليل يا أخي الزمن ده ما مناسب، ما بيقدر. لو قالوا له يا أخي آه في عزا ناس فلان ديل مات لهم زول يقول لهم أنا ما جاي ما يموت يعني ما ما, 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 ما جاي، أو يا أخي معليش مشو أنا تعبان ما بجي، وتظل القصة دي تتكرر. ما في ما في زول بيقبل بيك يعني ما في زعامة بدون تضحيات وبدون إظهار هذه الصورة للانت أنت مزعيم يعني يعني الناس ما بتديك دي ما شهادة يعني بتاعت أكاديمية أنت بتنال نتيجة لأنك أنت بتقرأ كويس أو بتعمل أبحاث كويسة أو كذا لا دي حاجة شعور بتاع الناس الناس قبلت بحمدوك لأنه رفض الإنقاذ وهم كانوا في حالة ثورة لو ما كانت في الحكاية دي ما كانوا بعرفوه ربما ما يقبلوا بيهم. طبعا في ناس عارفه تاريخه في الجامعه عارفه تاريخه في غيره في في ناس كده لكن نتكلم على الجيل ده اللي قبل الجيل اللي كان بيمشي يموت ويبيد في الاعتصام وكده الجيل اللي قبل بيو ده ووضعه يعني حمدوك لقى قبول من الناس لكي يكون زعيما لهذه البلاد لم يجده حتى المهدي ولا اسماعيل الازهري ولا غيره لكن ما عمل بالقصة دي آه ما عمل بها اطلاقا اخر حاجة حاتكلم فيها اللي هي الجزء الخاص بالاعتقال بتاعه لما نعتقل وبعد كده جاء يعني اتفق بقى رئيس وزراء لفترة بتاعت 11 يوم 12 يوم ولا شهر وبعد كده قدم استغالته ومرق بر البلد أنا حأتكلم فيها من ناحية إنسانية ومن ناحية بتاع الزعامة. من ناحية إنسانية كل واحد فينا عنده مستوى معين من الضغط بيقدر يتحمله ما بيقدر يتحمل غيره يعني أكتر منه ما بيقدر يتحمل لذلك فأنا أجد له العذر فيما فعل بمعنى الرجل ده كان معتقل هو وزوجته. وبالنسبه لي انا هو لم يستطع تحمل الضغط ده لانه هو لو ارتكز على انه لديه تفويض شعبي اصلا الانقلاب ده ما كان نجح اصله يعني لو قعد حتى لو لو مات يعني لو تم قتله كان سيكون افضل مما فعل من التوقيع اللي وقع بانه جاء واتفق مع الناس ديل وما احتمل الضغط ايضا اضطر يستقيل ويمشي دي من ناحيه انسانيه فانا بقبل هذه هذا التصرف من ناحيه انسانيه طيب تعال نشوف اخدته في اطار انه زعيم وسياسي لثوره كان رمزا لهذه الثوره يعني انا بفتكر انه دي بتؤكد ما هو الزعيم والسياسي بيحتمل اخوانه اللي كانوا موجودين تم اعتقال والدوم السجون وقعدوا بعد ما هو مشى فترة طويلة من الزمن آه في السجون ثم خرجوا ليناضلوا مرة أخرى ناس الحرية والتغيير الباقين انت تقبلهم ما تقبلهم لكن ده حصل يعني دي حقيقة دي حقيقة حصلت انهم دخلوا السجن عفوا وخرجوا بعد ما هو خرج او خرج جزء منهم بناء على طلبه ان الناس اللي كانوا معاه يطلعوا و بعد كده استمروا في نضالهم حتى الان صح او غلط احنا معاهم احنا ما معاهم بقوا عملاء بقوا ما عملاء ده ما موضوعنا موضوعنا هو ذاته هو طوالي طلع فدي من ناحيه انسانيه نقبلها لكن تجي تلبس دي زعامه انا بفتكر انه ده ما ما مفروض يكون و يعني دي زعامه انت دار تفرضها وما بتقدر تفرضها على الشعب ما بتقدر تفرضها على الشعب وصعب انه يتغير رجل بهذه الاخلاق هو رجل من حيث الاخلاق ما فيه كلام ما فيه اثنين من حيث قدراته الاكاديميه ما فيه كلام من حيث خبراته المتراكمه في آ... الامم المتحده ما فيه كلام يعني انت حتى خطبه بالمناسبه ما خطب زعيم كتاب بتاع زول قاعد مستشار بيقعد يكتب الحاجه دي ويقراها يعني لكن ولا التون بتاعه او او النبره بتاعة الصوت بتاعته لما نتكلم تحس بيها قاعده تخش الى داخل يعني مشاعر المواطنين عموما اللي معه واللي ما معاه, والما معاه يعني عبد الناصر كان ديكتاتور مثلا لكن لما نتكلم العرب ديل كلهم بيسمعوا الخطابة قدرته على الخطابة ما هنا نميري مثلا نميري كان خطيب بيقدر يتكلم ونبرات صوته بترتفع وتقل لكن ده تون واحد يعني مما يبتدي الخطاب لغاية ما ينتهي نبرة واحده درجة صوتية واحده إلى النهاية وده بيدل لي بأنه هو ليس زعيماً بالمعنى الصحيح لكلمة زعيم ما داير أطول عليكم إحنا مشينا ل 51 دقيقة ورأيي الشخصي إنه الرجل أكاديمي ناجح ممكن يكون أستاذ في الجامعة ممكن يكون مستشار لوزير او رئيس وزراء ممكن يكون حتى وزير ماليه لكن لا يمكن ان يكون زعيما ولا رئيسا للوزراء. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا هذه المره تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذه الحلقه هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعًا لم نقصده ولم نسعى إليه، وهذا الرأي وإن كان خاصًا، نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المفظع عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضًا، حبًا كان ذلك أو بغضًا، ولا نأمل إلا نصحًا. فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد